صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده شباب هنتكلم مع بعض عن مشكله مزعجه جدا، وهي بكل بساطه انك تبقى مستقبل انترنت على الكمبيوتر مثلا، ولكن جهاز الراوتر اللي انت مستقبل منه انترنت يكون بعيد عنك جدا، لذلك مش هيبقى فيه شبكه واي فاي انت لقيتها من التليفون بتاعك مثلا. يعني بكل بساطه مصدر الانترنت الوحيد اللي عندك دلوقتي هو الانترنت اللي جالك عن طريق السلك اللي انت موصله في الكمبيوتر او موصله في اللاب، ومحتاج ان انت دلوقتي تشير الانترنت اللي موجود عندك على الكمبيوتر او على اللابتوب للواي فاي علشان تقدر ان انت تستقبله مثلا على تليفون او حتى على تابلت. وقتها الحل الوحيد ان انت تفعل ميزه اسمها هوت سبوت اللي موجوده عندك في ويندوز 10 او ويندوز 11 ايا كان، وبالتاكيد طبعا لازم يكون معاك جهاز استقبال وارسال عشان تقدر تعمل كده. جهاز الاستقبال مثلا في حالتنا ممكن يكون معاك فلاشه، ممكن يكون معاك كارت لان ايا كان. طيب دلوقتي لو انت جيت مثلا تفعل الهوت سبوت عندك في ويندوز 10 ولقيته مش شغال مثلا وانت مركب جهاز الاستقبال والارسال، تعمل ايه؟ ايا كان بقى العيب اللي موجود عندك دلوقتي سواء من الويندوز او حتى من الجهاز اللي موجود معاك انه استقبال بس مش ارسال. وقتها بقى لازم تكمل معايا الفيديو ده علشان تشوف العظمه اللي احنا هنقدمها لك في الفيديو بتاع النهارده. اولا كده لازم تنزل البرنامج اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده، وبعدين بقى تبدا ان انت توصل الجهاز اللي موجود معاك سواء فلاشه او حتى كارت واي فاي. دلوقتي بقى هبدا ان انا بس الانترنت اللي موجود عندي على الكمبيوتر عن طريق السلك عن طريق الفلاشه اللي انا مركبها دلوقتي، ولكن طبعا هبدا ان انا بس عن طريق ميزه هوت سبوت اللي موجوده عندي في ويندوز 10. ولكن زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بحاول ان انا اعمل كده ولكن بيديني ديسكونكت او بيفصل على طول معايا ومش بيشتغل. حتى لو اتصلت دلوقتي باي شبكه من الشبكات اللي ظهر قدامي، وعلى سبيل المثال هتصل بالشبكه بتاعتي، وبرضه جيت دلوقتي ان انا اعمل هوت سبوت من الويندوز عندي، ولكن برضه بيجيب قطع اتصال وبيفصل على طول. وقتها بقى لازم تنزل الاداه اللي قلت لك عليها واللي هي الشير واي فاي تول. وبعد ما تنزل الاداه يا صديقي هتبدا ان انت تفتحها بالشكل اللي واضح قدامك دلوقتي، والموضوع بسيط جدا. وبعدين هبدا ان انا اكتب اسم المستخدم وكلمه السر اللي انا عايزهم دلوقتي يظهروا على شبكه الواي فاي. بس قبل ما تكمل وقبل ما تعمل اي حاجه هتلاقي رساله موجوده في الاداه عندك بتقول لك اتاكد ان فلاشه الواي فاي او حتى كارت اللان عندك متركب ومتعرف على الويندوز كمان، علشان لو الكارت عندك مش متعرف او مش مقري كويس على الكمبيوتر الشبكه اللي انت هتعملها من الاداه مش هتتنشئ اصلا. وبعد ما تكتب البيانات بتاعتك سواء اسم الشبكه والباسورد هتبدا ان انت تدوس على الزرار اللي موجود عندك على الشمال من تحت واللي فيما معناه انشاء الشبكه، وتنتظر شويه لحد ما تبقى العلامه اللي موجوده قدامك باللون الاخضر. وبعد كده هتبدا ان انت تدوس كليك يمين على الواي فاي من تحت وتختار تاني اختيار. وبعد ما تظهر معايا قائمه الاعدادات الخاصه بويندوز 10 او ويندوز 11 ايا كان نظام التشغيل اللي انت بتستخدمه، هبدا دلوقتي ان انا ادوس على الايقونه اللي موجوده قدامي واللي هي تشينج ادابتر اوبشن. وبمجرد ما بتدوس عليها هتلاقي قدامك ظهر التاب انترنت بالاسم اللي انت كتبته في البرنامج. ركز معايا بقى في الخطوه دي جدا جدا، لان انت لو ما عملتش الخطوه دي هتلقى شبكه الانترنت ظهرت عندك في التليفون ولكن ما فيهاش انترنت. هروح بقى على تاب الانترنت اللي انا مستقبل منها انترنت عن طريق السلك او حتى عن طريق الواي فاي، ولكن انا في حالتي دلوقتي انا مستقبل الانترنت عن طريق الواي فاي علشان بس اوريك التجربه هتبقى ماشيه ازاي. المهم هتبدا ان انت تروح على التاب وتدوس عليه كليك يمين وتختار اخر حاجه من تحت واللي هي الخصائص. وبعد ما تظهر معايا القائمه هبدا ان انا اروح على حاجه اسمها شير او مشاركه، وبعدين ابدا ان انا اعلم على علامه الصح اللي موجوده قدامك، ومن المربع اللي موجود قدامك بختار الشبكه اللي انا عملتها او اسم التاب او رقم التاب اللي انا عملته دلوقتي من البرنامج، وهتعرف التاب عن طريق الرقم اللي مكتوب عليه. المهم بعد ما تختاره هتدوس على كلمه موافق، وهتتاكد ان العمليه نجحت ولا لا لما تلقى تاب الانترنت الاساسي بقى تحته كلمه شير او مشاركه. وبس كده صديقي، لو دلوقتي رحت على التليفون واتصلت بشبكه الانترنت اللي انت عاملها هتلاقي الشبكه عندك اتصلت عادي جدا وكمان فيها انترنت وبدون اي مشاكل. وعلشان توقف شبكه الانترنت اللي انت عملتها او الواي فاي اللي انت عملته هتبدا ان انت تدوس على الزرار اليمين اللي موجود عندك من تحت، ولو رحت للقائمه اللي كان موجود فيها تابات الانترنت هتلقى التاب عندك اختفى تماما، ولو رحت للتليفون مش هتلقاه. وبس كده يا صديقي، ولكن الاداه فيها ميزه كمان تانية. لو انت دوست على السهم اللي موجود عندك على اليمين هيفتح لك صفحه فيها زرارين، لو انت دوست على الزرار الاول اللي هو على الشمال عندك هتلقاه جاب لك كل الشبكات اللي كانت متصله قبل كده على الكمبيوتر بتاعك، ولو اخذت اسم اي شبكه من المتصلين عندك على الكمبيوتر قبل كده وجيت بكل بساطه ضفتها في المربع اللي موجود عندك في النص من تحت وبعدين دوست على الزرار اللي على اليمين هتلقى بكل بساطه كل بيانات الشبكه ظهرت قدامك بما فيهم كلمه السر اللي انت اتصلت بيها قبل كده. وبس كده يا صديقي، ما دام وصلت معايا للنقطه دي اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس، وزوروا مدونة وجروب الصفحه على الفيسبوك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تتواصل معايا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار ومحتاج الرد عليه ضروري جدا اتواصل معايا ان شاء الله كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب على الفيسبوك، والكلام ده طبعا لا ينطبق على يوم الجمعه. وبس كده.